السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم عندي قراءات لعزيزي برج العذراء الشمسي والقمري والطالع. ولا تنسوا أنها قراءات معممة، قد تنطبق على البعض منكم جزئيا أو كليا، وقد لا تنطبق على البعض الآخر. لذلك خذوا ما ترتاحون إليه من الرسالة وخلوا الباقي يرحل يرجع للكون بسلام. فهناك برج عذراء آخر يحتاج لهذه القراءة. ولا تنسوا استشارة برجكم الطالع أو الشمس والقمري، وهي قراءات للكل، للنساء والرجال، واخا للكل. لنبدأ نخلي الرسائل ونرى ما هي قراءة برج العذراء هذا الشهر، شهر جوان، يونيو أو حزيران. بسم الله، نتمنى لكم حظ سعيد، حظ سعيد، حظ سعيد يا ربي الحبيب. وبسم الله. طاقتك عزيزي برج العذراء هي الحركة، الرحيل، السفر هذا الشهر. نعم، البعض منكم سيرحل، ربما يعني تغيير السكن، لكن أرى كذلك سفر، ربما سفر يعني للمتعة، دي فاكونس، غادي تاخذوا لي فاكونس وغادي تسافروا. وكذلك البعض الاخر يعني رحيل الى بلد، حتى الى بلد اخر، يعني هذا سفر يعني طويل، واخا حتى لبلد اخر. عزيزي برج العذراء، البعض منكم تعملون في مجال التعليم او الخياطه، ومن ليس لديه عمل في هذا الشهر فهناك فرصة جميلة، فرصة عمل في مجال السياحة. واخا بالنسبة للمتزوجين، أرى برج العذراء زوجة أو زوج كتعمل ليل ونهار، يعني تشتغل كثيرا، تشتغل داخل وخارج البيت، يعني أنا أتكلم مع المرأة والرجل، برج العذراء سواء كان زوج أو زوجة، هذا يعني برج العذراء الزوج المتزوج يعمل ليل نهار، وكل يعني كينوض بكري، ربما في يستيقظ باكرا، ربما في الساعة السابعة صباحا. نعم، وكل همه في الحياة أو همها في الحياة هو إسعاد زوجها وأبنائها، والعكس هو الصحيح، يعني الزوج الذي برجه العذراء زوج العذراء، فهمتوني ياك؟ أنا أتكلم مع النساء والرجال، لكن يسهل علي أن أتكلم مع النساء، لكن أنا أتكلم عن طاقة برج العذراء، يعني رجل ذكر وأنثى، واخا. إذا الزوجة العذراء تقوم باكرا، تستيقظ ربما في 7 ديال الصباح، في 7 صباحا، وتشتغل في البيت وتشتغل حتى خارج البيت. نعم، وهمها وهدفها الوحيد في الحياة هو إسعاد زوجها وحماية والعناية ببيتها وأبنائها. هذه هي حياة المتزوجين برج العذراء، وأرى حياة تبارك الله، يعني ما شاء الله فيها خير ورزق واحترام كبير. هذا زوج العذراء يقدر ويحب زوجته نعم، ويقدرها ويعرف أنها كنز ثمين، والعكس هو الصحيح، يعني زوجة برج العذراء تقدر زوجها، تحترمه، تحبه، يعني حياة عائلية أسرية جميلة بزاف، وأطفال يعني سعداء، أبناء سعداء، وهذا الرجل والمرأة يعني ستان جروب، جروب يعني تخفوا نعم، يعني كيفاش كنقولوا بالعربية، فرقة، نعم فرقة، جروب هو فرقة، يعني تكونان فرقة قوية يجمعها يعني رابط الحب والاحترام، ويعني هدفكما هو العناية بزوجتك أو نعم وأبنائك وببيتك، وأرى حياة أسرية جميلة بزاف. هذا كل ما أرى في ما يتعلق المتزوجين، واحترام وحياة جميلة بزاف وفرح ورزق. نعم، ما تقوله الكارت، يعني رزق وحياة هنيئة وجميلة. بالنسبة للمرتبطين هناك نعم حب، هناك حب جميل، هناك حب جميل، وكذلك تريدون الاستقرار، تريدون الاستقرار، لكن هناك يعني طاقة
طاقة سلبية، ربما هي العائلة، يعني لا تقبل هذه العلاقة، ربما أمك أنت أو أمها هي لا تقبلها، لكن أنا أرى حب صافي بالنسبة للمرتبطين، وطاقتكما هي المرتبطين فقط ترابية وهوائية. ترابية يعني ثور وجدي وعذراء مثلك، أو هوائية ميزان دلو وجوزاء. نعم، بالنسبة للمرتبطين أرى حب جميل وصافي، لكن ربما هناك طاقة سلبية تريد أن تنهي هذه العلاقة. بالنسبة للعزاب، أرى فرصة سماوية، وصول حبيب، وصول شخص مميز جدا جدا، لكن سبحان الله، يعني طاقتك أنت عزيزي برج العذراء هو الرحيل والأماكن البعيدة، لأن هذا الشخص بالنسبة للعزاب، هذا الشخص الذي سيصل إلى حياتك هو من مكان آخر، ربما من بلد آخر. نعم، وستتعرف عليه، إما أنت ستسافر، ربما ستذهب لزيارة الأقارب، يعني غادي تمشي تشوف حبابك، إما خالتك أو عمتك، وستتعرف على هذا الشخص هناك، أو إذا كنت تعمل، هذا الإنسان سيصل، هو رفيق جديد في العمل، وغادي تتعرف عليه، وغادي يعني غتبنوا علاقة زوينة وجميلة. نعم، علاقة جميلة، هذا كد الاستقرار. نعم، لنواصل. لكن هناك خوف من هذه العلاقة، أنت يعني هذه كرت الدموع، ربما هذا الإنسان سيرحل من جديد لبلده، أو أنت ستعود لبلدك وهذا الإنسان سيبقى في بلده، لكن أرى يعني هناك مسافات بينكم، وهناك دموع الحزن، يعني ستبكي على هذا الإنسان، أو تبكي، يعني ربما أنت تعرفت على هذا الإنسان ويعني كتبكي لأنه بعيد. نعم، من جديد، هذا الإنسان بعيد، هذا ما أراه. نعم، والآن لنواصل، يعني ما لا يمكنني، يعني دابا سأتكلم عن المنفصلين. الله، المنفصلين أرى ربما هذا الإنسان مع شخص آخر، هناك ربما انفصلتم بسبب خيانة، وهذا الإنسان الآن هو مع شخص آخر، أو حتى أنه متزوج، هناك أطفال، لكنه غير سعيد، هذا الإنسان غير سعيد، هو يظهر صورة كاذبة، يعني شاشة فقط، ما تراه، إذا كنت يعني تراه فهو ليس سعيد في الحقيقة، ليس سعيد، وربما هو مع هذا الطرف الآخر، ربما لأسباب مادية، أو ربما لأن هناك أطفال. نعم، أنت طاقتك هي حزن، وطاقته كذلك هي الحزن. عزيزي برج العذراء المنفصل، أرى طاقتك أنت هي الحب والحزن، وطاقته كذلك، لكن هذا الكرت كرت مهم جدا، هذه رسالة مهمة جدا، هذه الرسالة تقول لك عزيزي أنك عليك تنظيف عقلك من كل السلبيات، لأنك تعيش في الذكريات، في ذكريات الماضي. نعم، تعيش في ذكريات الماضي، وهذا يرفع من دبدبات الحزن، لذلك عليك التخلي. لماذا يجب أن تتخلى؟ لأن هناك شخص آخر سيصل إلى حياتك ويهيب لك ما تستحقه أنت، وما لم يعطيك الحب الآخر. نعم، الحب الآخر قلنا أن طاقته هي ترابية وهوائية، والحب الجديد طاقته مائية أو ترابية من جديد، واخا. نعم، لما أرى طاقة ترابية هوائية ومائية،
انتما شوفوا يعني من لدي من هي طاقته، الحبيب الاول او الذي سيصل، لكن انا ارى انسان جاد وحكيم سيصل الى حياتك لشفائك. لهذا الانسان يعني هو بمثابة شفاء روحي بالنسبة لك، هذا الانسان طبيبك عزيزي، هذا ما تقوله هذا الكارت المهمة، هو طبيبك الروحي. نعم ستفرح كثيرا مع هذا الشخص. الله، شوفوا الاستقرار والحب، الاستقرار والحب. لكن هذه الكارت تقول لك انك يجب ان تنظف، يعني ان تنظف روحك من الطاقات السلبيه وهذه الذكريات، ولا تتشبث بالماضي وان تنسى وان تنفصل عنه تماما، لانكما انتما منفصلان، يعني انتما يعني جسديا انتم منفصلا، لكنكم خصكم يعني تنفصل، يجب ان تنفصل روحيا، يعني تنسيه، تنسيه، يجب ان تنسي هذا الانسان، لانك اذا لم تنسى هذا الانسان فلن يصل، يعني الكون لن يرسل لك هذا، يعني هذا الحب الحقيقي، الحب هذا الانسان المخلص، هذا الانسان الحكيم الذي يهيب لك ما تحتاجه أنت، ما تستحقه أنت، لأن هذا الإنسان يراك أنت، يراك يعني يرى فيك الجمال الداخلي والخارجي بشكل مبالغ، يعني هو يحب فيك عيوبك وفضائلك، يحبك كما يعني كما أنت، وهذا هو الحب الحقيقي، يحبك كما يعني كما أنت، كما أنت، نعم كيبغيك كما كنت قبيح ولا زوين، كيبغي كيف ما يعني يحب طبيعتك، يعني كيف كما خلقك الله، هذا هو الحب الحقيقي وهذا ما سيصلك، لكن عليك ان تتخلى عن نعم تتخلى وتستغني عن الاخر، ان تنساه، يجب ان تنساه لكي تسمح للسماء ان تبعث لك هذا الحب الجميل، حبيب الروح، هذا حبيب الروح، هذا سيعطيك ما تستحقه، ليس الاخر، الاخر انساه، الاخر انساه، لكن كما اقول دائما الاستغناء لكن بالسلام، يجب ان نتصرف كما يتصرف الكون معنا، يعني في بهدوء، الاستغناء بسلام بحب، نعم بحب، مهما أساء إليك حتى وإن كانت هناك خيانة وخبكك، يعني بكك حتى من ردك، هذا الإنسان يعني ظلمك كثيرا، يعني كانت علاقة سلبية بزاف وعانيت كثيرا وبكيت بزاف، لكن رغم ذلك سامحيه واغفري له وأرسلي له كل طاقتك الجميلة والإيجابية وكل حبك، لكن مسحي راسك، يعني ديري نتواياج مونتال، نعم تنظيف عقلي وروحي، لماذا؟ لكي يرسل لك السماء ما تحتاجين. كانت قراءة جميلة بزاف، كانت قراءة جميلة، لماذا؟ ما هي رسالة الملائكة ورسالة السحرية؟ تقول اترك الأشياء، اترك الأشياء تستمر إلى النهاية حتى نهايتها، يعني اترك الأشياء هكذا، يعني من جديد السلام والوئام والتخلي والاستغناء، خلي الأشياء يعني تحدث كما يجب أن تحدث، والثقة والإيمان بالله. والكرت الثانية تقول شهر العسل، من جديد لدينا الرحيل والسفر، يعني طاقتك أنت عزيزي برج العذراء والحركة والسفر البعيد، البعض منكم سيعود لكن البعض الآخر لن يعود، واخا تقول شهر العسل، يجب أن تقدر جمال السفر مع الحبيب، ربما البعض منكم سيسافر مع حبيبه. والكرت الثالثة تقول شوي شوي، شوية بشوية، شيئا فشيئا، اترك يعني تخلى عن بذل مجهول كبير في السيطرة على الأشياء، يعني ما تسيطرش على الأشياء والتحكم في الأشياء، وستفتح لك الأبواب، الأبواب السماوية، هي كما ترون هي نفس الرسالة في الحقيقة، نفس الرسالة، يعني ندع الأشياء تحدث كما كتبها الله علينا، كما كتبها القدر، نعم يجب أن نؤمن ونثق بما كتبه الله لنا، ونحمد ونشكر الله في كل الأحوال،
واخا كانت قراءة جميلة جدا، كنتمنى تكون ساعدتكم وتستفدوا من هذه القراءة، وأتمنى أن تكون قد يعني تساعدكم ولو شوية هذه الرسالة. ولا تنسوا أن الطاروت لن يعني لا يعطي لكم حلول ولا يقول لكم كيف يجب أن تعيشوا، هي فقط إشارات ورسائل رسائل لكي يعني لكي تعرفوا ماذا تفعلون ولكي تختاروا ما هو أفضل لكم في هذه الحياة. كانت منا لكم الخير، يا ربي يحفظكم ليا، يا ربي يخليكم ليا، الله يحميكم، والله يا ربي تتحقق كل أمنياتكم. كنحبكم بزاف وكنشكركم بزاف من كل قلبي. كانت